مع بالغ الأسف حال كثير من الصائمين اليوم اللي يقضي طول النهار بالنوم وطول الليل بمجالسة الأحبة والأخوة والأصدقاء. أقول ما لهذا شرع رمضان؟ ما لهذا شرع رمضان؟ والله إنه من الغبن ومن الحسرة التي يتألم لها الواحد منا أن يجزئه صيامه إذا نام من بعد صلاة الفجر ويا الله يقوم على أذان المغرب. صيامه قد أجزأ عند الله تبارك وتعالى، لكن ما لهذا شرع الله عز وجل الصيام؟ الصيام مدرسة تنعكس على أخلاقك وسلوكك وشعورك وعبادتك مع الله، عبادة تربيك على الإخلاص، تربيك على أن تكون قريب جدا من الله. إذ لو لم يشرع الله تبارك وتعالى الصيام لما حققنا فيه التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.